هروح لخبر آخر معايا من وزارة الداخلية. وزارة الداخلية تعلن عن بدء قبول دفعة جديدة للراغبين في التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة معهد معاوني الأمن من الذين اجتازوا الاختبارات المقررة وتنطبق عليهم الشروط العامة. وأوضحت وزارة الداخلية أن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 عاما ولا يزيد عن 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السير حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار. خلونا نشوف تقرير وتفاصيل كثيرة في التقرير ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. دفعات متتالية من معاوني الأمن أثرت العمل الشرطي بكفاءتها واحترافيتها التي اكتسبتها على مدار فترة دراستها وتدريبها بمعاهد معاوني الأمن. وفي هذا الإطار صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الذكور والإناث بمعاهد معاوني الأمن وفقا لشروط وضوابط أعلن عنها مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب خلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن فتح باب القبول والضوابط. تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها لراغب الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن من الذكور والإناث الدفعة السابعة وفقا للقواعد التالية. أولا، شروط القبول: أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية، ألا يقل السن عن 19 عاما ولا يزيد عن 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. كما تم الإعلان عن أماكن سحب كراسات الالتحاق، وهي معهد معاوني الأمن بترى ذكور وإناث، ومعهد معاوني الأمن بمدخل وادي النطرون بالبحيرة للذكور فقط، ومعهد تأهيل الأفراد بحي الكوثر بسوهاج للذكور، ويتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. تم استحداث صفحة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت تحت مسمى خدمات معاوني الأمن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. يبدأ التقدم من خلال الموقع اعتبارا من يوم السبت الموافق 21/5/2022 حتى يوم الخميس الموافق 23/6/2022. وتهيب وزارة الداخلية براغب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن عدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي للوزارة المخصص لذلك على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والتواصل مع المعاهد المشار إليها بالإعلان. عقب اجتياز المتقدم لكافة الاختبارات المحددة والمعلن عنها صحية وبدنية ورياضية، يلتحق المقبولون بمعاهد معاوني الأمن للدراسة بها على مدار عام ونصف، ويحصلون خلالها على مزايا إضافة إلى المزايا التي يحصلون عليها عقب التخرج والالتحاق بالعمل في كافة مجالات ومواقع العمل الشرطي. هم إضافة حقيقية لمنظومة العمل الأمني التي تسعى وزارة الداخلية إلى تطويرها باستمرار وضخ دماء جديدة من العناصر البشرية المدربة لأداء المهام الأمنية، وهو ما تؤكده الكفاءة التي يتمتع بها معاون الأمن.